بعدني مثل ما انا. مش هيك يا مرايه؟ ما قلتي هيك بس شفتيني جايه بشرفي. قولي هالوجه المليس وهالجسم اللبيس وهالعمر الحبيس اللي مش ممكن يصيرني دردبيس. هودي كلن شو بعدن؟ ما بعدن عريس؟ اقولكن بلاقيلي جوا شي عريس؟ هيك هيك اليوم الخميس. ولا يمكن اليوم مش الخميس، انا مضايع. ليش عم عد الايام؟ خلصنا يلا، كل ايام الجمعة. يا رب تشتي عرسان تا يلحقني طرتوشي، لقيلي واحد حرزان وبلكي بخبي برموشي. شحرورة، انت الوحيد اللي بيلبق لك، بس هيدا اللي اخذ لك عقلك. مش حرام يا مريت الفهماني؟ شوفي هالانسانة اللي كلها ملاني فرح وغناني وحياتها كانت ملياني، تقعد اليوم هيك زهقاني وما يكون في عندي مثل عمر ورشدي وفادي لبناني؟ يعني هذاك التاني مش كل هالقد، بس انه بدنا شي شاب يدفينا. هيك هيك برداني والدنيا مش حرزاني. الدنيا مش حرزاني، انت اللي حرزاني. بس بسألك، هيدا اللي اخذ لك عقلك؟ ترجعي تقولي لي اخذ لك عقلك؟ شو بدك فيي؟ بعده بيلبق لي، رح اطير لي عقلي. عفوا عفوا يا شحرورة، أنا أعتذر، ولكن ماذا أحضرتي من مفاجأة للسلطان؟ لك لك البستيلو أحلى فستان. يلا يا مرية منشوفك يا حياتي. أنا طب حياتي خوفتني المرية. يلا فوتي نامي.
وسليمان جعجع وسليمان هاو بريا لبنان. يا أهلا 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 يا شحنورة لبنان. اللي شو اسمك أنت؟ أنا بتتعرفي على اسمي من كاسمي؟ يسلم لي كاسمك لك شو هالشاب الحلو. خير بس ما قلت لي شو اسمك؟ أنا الوزير مسعود. تعرف يا مسعودي أنت بدك شغلة جديدة مشان تصير مشهور وتحكي عنك الجريدة. خذ نصيحة مني أنت بعمر حفيدة. وشو هي هالنصيحة السديدة؟ ما بدك شي يا سيدي إلا أنه تطلب لي إيدي. يلا يلا ستنا هلا. لا دخلك بدي أدرس لك أخلاقك بالأول. لاحقين قدامنا سنين طويلة ومديدة. أنا قصدي هلا لما يوصل مولانا شهريار. يلا يقبرني إن شاء الله. تفضلي يا أهلا يا أهلا. دخلك وين هو؟ هيدا هو شهريار. دخل شاب حلو بس أولك مش ختيار علي. يجب أن تتكلمي معه بالفصحى. إيه الفصحى. لك هالتياب يخرب ذوقه شو مهضوم. أو لك منين جايب هالهندوم؟ أقدم لك يا مولانا ملك البحار والأنهار والبوادي، أقدم لك شحرورة الوادي، ابنة أخ شحرور الوادي، ملك الزجل والمعنى والإرادي. اهلا وسهلا. الله اعطاك الاحسن والقد الجميل، ومن كلامك هالحلو بيشفى العليل. الله. وكل شي بالناس في سحر يا حياتي أنا يا مولانا يانا تفضلي تفضلي يا حياتي. الله ما يحرمني منك أبدا. قولي لي يا صاحبة الصوت الشروقي أنت من سلالة الملوكي؟ طبعا ما دام عمي ملك وأنت ملك شو رأيك تتجوزني وصير إلك؟ ماذا تعنين؟ إن كانو قلبك بعده فاضي ماشي معي لعند القاضي تكتب لك قلبي باسمك. شو اسمك؟ نعم شوفي هلا كليب وصورنا. من هذه الأمورة؟ ولو قدامك أسطورة تطلع فرفورة. كم زوجا في الماضي كان على كلامك راضي ورافقك عند القاضي. معك وقت تنعدون فاضي؟ كلا معنا وقت كي نسمع منك أغنية. يلا هلا بدك؟ يا حياتي وبتغني أنت كمان؟ إيه يلا. عما وين ما روح وراي في هذه لبنان. يلا ما غيرت رجال بغير فستان. تفضلي غيري الفستان وأنا جالس. يلا يا حياتي أنا. يا حياتي. لو سهلة.
كيف تحدثيني بالزواج وأنا لا أعرفك حتى بصورة؟ دخلك شو لابس بإجرك شختورة؟ ما اسمك؟ اسم الأسطورة. الأسطورة، واسمك الحقيقي؟ بتعرف نسيته على كتر الحفلات. جانيت. جانيت بغالي. وهل تقربين إلى هذا الديوس الهيوس باسم غالي؟ إيه يا حياتي، أنا شو بحبه وشو بضحكني على حالي. هل ما زال يقلد الفنانات؟ أجل، ما زال يقلدهن. ولا تستطيع أن تميز بينه وبينهن. من هو من هن؟ من هن؟ المطربات. لو أستطيع أن أقتل باسم الذكر كنت قلصت منهم كلهم فرد حجر. يا ذلي، شو جاي من ورا البقر؟ حسيت حالي بخطر. مسعود؟ دخلك؟ مولانا مسعود. نعم يا مولاي، حالا فورا. مسعود. نعم. اسمها يبدأ، اسمها يبدأ بأول حرف من هذه الفاكهة. أحضر القائمة حالا فورا. قائمة؟ أنا قائمة فل. اقعدي. دخلك قديش طولك بلا الطربوش؟ انتظري صبار صبير. شعرك مالس ولا منكوش؟ انتظري، يعني بحرف الصاد. من تراها تكون بحرف الصاد. ماذا كنت تقولين يا أمورة؟ ماشي، عم بقول لك انه الصباح رباح، نبقى نشوف بعدين. جميل جميل، الصباح رباح ونحن سوف نسهر الى الصباح. يا حياتي، الله ما يحرمني منك، انت تجنن. تسالين عن طولي؟ بس لو معك شوية طول. ايه؟ لا، طولي 167 ضحية. يا حياتي شو معظم. شعري، ماذا قلتي؟ شعري ماذا؟ مالس ولا منكوش؟ مالس بالفاتنات. مالس مالس. أريد أن أسمع منك ساعات 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 ساعات.
ساعات ساعات أحب عمري وعشق الحياة عاشق الحياة ضحك هيا هيا نذهب من هنا يلا تعديني تفضلي تفضل كسرتي مطربتي وأنهي قصتي فأنا صرت زوجها وهي صارت زوجتي فهل عرفتم من هي حبيبتي؟ ما عرفتوني أنا وجاية تعرفوني أنا ورايحة يلا مشي معي مشي تزيدك على الليحة توفى فيي هالكويتي يلا يا سواح يا خليجية تعاصل الجاي صيفوا عنا وعقبال العايزين هالبوكيه شو بدي اعمل فيها رولا استلقي